بونجور بونجوريكا العوافة، ونادين، ان شاء الله نهاركم سعيد. العوافي انت كمان اليوم بدنا نحكي انه عندنا توت. ثانك يو. عندنا توت اليوم، بلشنا هلا بهالفترة توت مقطف من منطقة، اي نعم، هذا توت اذا فينا نقول توت بيطلع بكير ومن منطقة الزلقة، عم نقطفه وعم بيجيبوا لنا اياه هون وعم نحطهم عندنا، وطعمته كثير طيبة، اللي بحب التوت يلحق حاله. وعنا عشبة البحر من منطقة البترون، كمان طعمة طيبة كتير عشبة البحر، ومش عطول منلاقيها هالعشبة معمولة بمربين. وأكيد إلى جانب صار في عنا عسل، عسل السنديان يلي كان لنا فترة تقريبا شي شهر ما عم نقدر نأمن، وأمننا نوعية جيدة جدا. أكيد مثل العادة العسل السنديان هيدا نوعية توب، وما فيه أبدا سكر، وما فيه نوعية إلا العسل المزبوط. رح نبلش بسلتنا اليوم، سلة الباذنجان المدعبل مع بقلة مع بندورة وبصل، وعنا سلة الكوسة، أكيد بتبلش بكيلو كوسة مع بصل مع بندورة ومع نعناع. عنا سلة الجزر مع بطاطا مع بقلة كمان مع بصل، وسلة السلق أكيد ربطة سلق كبيرة مع بندورة مع بصل ومع بطاطا. وعنا سلة التبولة اللي فيها بقدونس ونعنع وبندورة وبصل، هي سلة الأستاذ عبدو. عبدو السبت ما بيكون فبنعمل له سلة لإله. وعنا سلة الفتوش يلي كتير طيبة اللي فيها أكيد سلة الفتوش اللي فيها نعنع، فيها زعتر، فيها روكا، فيها فجل، فيها بقدونس، فيها بقلة وبندورة وخيار وبصل، هي سلة كتير بتنطلب عنا. وعملنا كمان سلة الحشايش يلي فيها تشكيلة خضرة مثل الزعتر، الفجل، نعنع، بقلة، بقدونس وروكا والبصل الأخضر الطويل. ايه ريحتهم طيبة كتير كمان. سلة البروكولي أكيد مع شمندر مع بصل، سلة كتير حلوة بتنطلب كتير. وسلة الزهرة اللي هي القرنبيط مع بقدونس مع بندورة مع بطاطا ومع بصل، كمان سلة غنية. وسلة الكيل يلي كتير بتنطلب عنا، والكيل مزروع كمان بمنطقة أنطلياس، مع زعتر مع خيار وبندورة وبصل. في عنا كمان كبة اللقطين المشوية يلي كتير عم تنطلب عنا، وكبة اللقطين المقلية كمان، شغل بيوت، شغل ستات بيوت، طعمة جدا رائعة. وكمان صرنا فترة بفترة الصيام كنا عم نجيب منها، وانطلب منا انه نضل نجيب لانه طعمتها كثير طيبة. واكيد الى جانب هالاصناف الكعك كمان معمولين بالبيوت، كعك بتمر وكعك غريبة وكمان كعك بدبس الخروب، كعك بحبة البركة وبليمون، كل هالاصناف الكعك وكعك البوسفير كمان موجودين عندنا. تقريبا صار في عندنا فوق 18 صنف، كانوا بحدود ال 15، هلا صار عندنا فوق 18 صنف كعك، يعني طيبين كثير ومعمولين بشكل رائع، ومنهم كثير يعني ما فيهم كثير زبده وما فيهم كثير سكر، طعمتهم كثير طيبه. هالسلال كلها موجوده عندنا. اليوم ما في عندنا توزيع لانه طقس شتاء، التنين من كل بدن الله راد رح نبلش نوزع. بدي اقول ميرسي كثير لأسي جورج زينون من منطقة بياقوت، لأنه كل سبت بيعمل تشكيلة ستيل كتير كبيرة وبيوديها وبيوزعها، بدنا نقول له ميرسي كتير ويعطيه ألف عافية، على طول كل سبت بيعملنا مفاجأة وبياخذ معنا كميات ستيل كتير كبيرة، ميرسي لجورج زينون. وعندنا كل هالمنتوجات البيتية موجودة عندنا بأنطلياس، أي حدا بحب يجي ياخذهم، في حتى يشتري صار بالكيلو، ما ضروري بس بالسليل، في يشتري بالكيلو، كمان أصناف كلها طازة وطيبة. وكل المنتوجات اللي عنا هي منتوجات بيتية، ما منجيب أبدا لا معامل ولا مصانع ولا إشياء من برا، كل حدا بيعمل ببيته نحن بناخد من عنده وبنعرض له البضاعة. يلي بحب يحجز، إذا حابب يحجز يجي ياخد من بيت الزراعة بأنطلياس، في دق على 03-000-910 أو على 04-410-982، هيك نحن بنحضر له غراضه وبيقطع بياخدون من عنا. برجع بذكر تنين من كل بدن الله راد حيكون في عنا توزيع، توزيع منتوجات البيتية وتوزيع سليل، وكمان إشياء وأغراض من بيت الزراعة، كان من بذور أو نصوب أو شتول، كلها فينا نوزعها مثل العادة اللي كنا عم نعملها قبل.
وقفنا فترة 10 أيام بس كرمال التأس وعشيات السير، وهلأ عم بلش بقلية جديدة. يعطيك ألف عافية الخبير الزراعي مروان حيدر، وبون ويك أند لك. ميرسي مروان، ميرسي كتير.